رجل هرب من حكم الإعدام واختبأ داخل قبو منزله لمدة 37 سنة دون أن يعلم أحد مكانه، لكن المفاجأة كانت عند خروجه، فقد اكتشف أنه قد ثبتت براءته. لمعرفة التفاصيل تابع معنا. كارل أمريكي الجنسية، كان يعيش مع زوجته وأبنائه حياة طبيعية إلى أن اقتحم ثلاثة لصوص منزله في ليلة مفاجئة عام 1964، فقد سمع آنذاك صوتا غريبا وحمل بندقيته باحثا عن مصدر الصوت، فتفاجأ بوجود ثلاثة لصوص في منزله، فأطلق عليهم النار مما أدى إلى وفاتهم. كانت هذه الحادثة النقطة الفاصلة التي غيرت مجرى حياته وقلبتها رأسا على عقب لمدة طويلة من الدهر. بدأت الشرطة في تحقيقاتها. كانت الأمور في البداية تتجه لصالح كارل بما أنه قد دافع عن نفسه، لكن اكتشف أن أولئك اللصوص هم إخوة وهم جيران كارل، وقال الجيران بأنه كانت تجمعه بهم مشاكل عدة. ثم أدلت والدة الإخوة بأن كارل دعا أبناءها إلى العشاء لينفذ خطته الشريرة ويتخلص منهم، فحكم عليه بعشرين سنة. فقرر كارل الهرب من دخول السجن، واتفق مع زوجته على اختبائه داخل سرداب موجود في قبو منزله له باب إسمنتي، ولم يخبر أحدا بسرهما حتى لأبنائهما خوفا من وصول الخبر إلى الجيران ومن ثم إلى الشرطة. بعد اختفائه بعدة أيام حكمت عليه المحكمة بالإعدام بتهمة القتل العمد، فلما علم بالخبر قرر عدم الخروج من القبو نهائيا. لكن بعد بضعة أشهر توفيت زوجته في حادث سير غامض، فانقطعت الأخبار عن كارل ولم يعلم أحد بمكانه قط. كان السرداب الذي يعيش فيه كارل صغيرا لا يتجاوز عرضه المتر وطوله المترين، وكانت حركاته للخارج معدودة حتى لا يشعر به أبناؤه أو يفشى سره، إلى أن باع أبناؤه البيت وانتقلوا إلى مكان آخر. في 37 سنة التي عاشها كارل في قبو منزله، عاش في منزله ثلاثة عائلات لم يشعر أحد منها بوجوده، لأنه كان ينتظر إلى حين سكون البيت ليخرج ويبحث عن الطعام المتبقي من العائلة. لكن أحد أطفال العائلة الثالثة كان يسمع تحركات في المنزل خلال الليل، لكن العائلة لم تأخذ كلامه على محمل الجد، بل غالباً ما كانوا يعتقدون أنه مجرد حلم يراوده لعدم سماعهم شيئا في تلك اللحظة. لكن لاحقا وبسبب الرطوبة المفرطة في القبو أصيب كارل بالربو وصار يزحل بشكل مستمر، مما لفت انتباه العائلة لأن الصوت كان قريبا جدا ونابعا من أعماق الأرض، فتم استدعاء الشرطة للبحث عن مصدر الصوت. وهنا كانت المفاجأة، فقد اكتشفوا الباب الإسمنتي الموجود في القبو الذي لم يكن المالكون على دراية به. وحين قام الشرطي بفتح الباب وجد أمامه رجلا يحمل في يده مصباحا يدويا. المفاجأة كانت متبادلة، فعندما علم الشرطي أن الرجل الذي وجده هو كارل والمحكوم عليه بالإعدام
منذ 37 سنة. سأله: أليس لديك علم لما حصل بعد اختفائك؟ وهنا كانت الصدمة، فبعدما حكمت المحكمة على كارل بالإعدام وتوفيت زوجته، تراجعت والدة اللصوص حينها عن أقوالها، مؤكدة أنها سمعت أولادها يتفقون على سرقة منزل جارهم، مدلية بتفاصيل الخطة التي وضعها أبناؤها تلك الليلة. وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكم البراءة بحق كارل، لكن وبسبب عدم معرفة أحد بمكانه بعد وفاة زوجته لم يصله خبر البراءة، فعاش 37 عاما في القبو رغم براءته. هذه القصة الحقيقية تعلمنا أن نتحلى دائما بالشجاعة والجرأة في التعامل مع مواقف الحياة. شكرا لكم مشاهدي قناة فيروزية، دمتم في حفظ الله.